الماء مادة حيوية ضرورية للحياة، لازم نحافظوا عليها. لهذا كاينين مجموعة من السلوكيات الإيكولوجية في استعمالنا الماء اللي خاصنا نطبقوها في حياتنا اليومية. في الحمام ما نخليش الروبيني محلول بلا فايدة، مثلا ملي نكون كنغسل سناني نسد الماء، وباش نغسل يدي ما نحلش الروبيني على جهده، راه غير صبيب خفيف نقضي به الغرض. الماء غادي ويقل، لازم تدبيره بالعقل ونتعاونوا جميع على الحل.